يقول المثل الشعبي الصيني: لا تعطيني سمكة بل علمني كيف أصطادها. هالمثل هذا في ظاهره مجرد كلمات، أما في باطنه برشا معاني وبرشا رسائل، وهو السبب الرئيسي اللي وصلت له الصين اليوم من ازدهار وتطور، وجعل منها القوة رقم 2 في الاقتصاد، وهذا في حد ذاته معجزة. على خاطر في ظرف 70 سنة تحولت الصين من دولة معزولة إلى واحدة من أعظم القوى الاقتصادية في العالم. الصين استغلت المثل هذا في العديد من المجالات الصناعية والتجارية والزراعية والبحرية زادة. الصين بعثت بمساج للعالم اللي ما يلزمش تصدروا لي بضاعتكم بل علموني كيفاش نصنعها. يا أخي جاء نهار اللي الصين غزات الأسواق العالمية بمنتوجات مقلدة أما تضاهي من حيث الجودة المنتوجات الأصلية وبأسعار رخيصة، باش تحقق التوازن ما بين دخل الفرد وحاجياته. وهذا في حد ذاته درس آخر أعطاته للعالم: الذكاء والعمل والإرادة والتقليد الذكي من أسباب النجاح الصيني العجيب. من الصين نتحاولوا سي ناصف إلى الجارة اليابان، اللي بعد ما كانت خراب بعد الحرب العالمية الثانية على خاطرهم شعب راقي مجتهد يقدس العمل ويضحي بالغالي والنفيس على خاطر بلاده وتقدم بلاده، روح الوطنية عندهم عالية، العمل 14 ساعة على الأقل في اليوم، العمل بإتقان وجد وتفاني، انتيجة طبيعيا باش تكون جد إيجابية. البلاد هذه في وقت قياسي خلطت لصنف الدول المتقدمة، ومش من باب الصدفة اليابان تسمت المعجزة الاقتصادية. من سمات اليابانيين التعاون ما بين المصنعين والموردين والموزعين والبنوك في جماعات تتسمى كيرستو، ان شاء الله ما نكونش نطقتها بالغلط. وما فما حد يشكك بان الاخلاق والثقافه والتخطيط السليم ثم الاجتهاد هما كلمه السر الاساسيه في المعجزه اليابانيه، حتى ولت اليابان ثالث قوه اقتصاديه، واللي راهنوا على افول الشمس اليابانيه طلعوا غالطين. من اليابان نطيروا لألمانيا اللي كانت كيف كيف دمار بعد الحرب، أما شعبها المجروح خلق من الضعف قوة وحط في قلبه وبدأ في إعادة أعمار البلاد بسرعة فائقة. نساو رجال يخدموا لساعات طويلة باش يحققوا ثورة صناعية بسرعة كبيرة وبعد الحرب ما ننساوش، ونجحت ألمانيا في تطوير مكاسبها وقدراتها في العديد من المجالات كما صناعة السيارات، الكيمياء، الصناعات الميكانية والإلكترونية، وبشوية بشوية ربحت ألمانيا سمعة كبيرة خلتها تغزو الأسواق العالمية. وألمانيا راهنت على التعليم والتكوين المهني الممتاز اللي ساهم في خلق العديد من فرص العمل لشبابها. هذه الدول اللي تحترم شعبها وتحترم ذكاء شبابها، هذه البلاد اللي تخمم في راحة مواطنيها اجتماعيا وماديا. هذاك علاش روح المواطنة عالي جدا في ألمانيا، والألمان من أكثر الشعوب اللي تحب بلادها وتضحي براحتها في سبيل إعلاء الراية. من ألمانيا نشقوا البحور باش نمشيوا للغول، للقوة الاقتصادية رقم واحد، للحلم الأمريكي. مش من باب الصدفة خلطت أمريكا المرتبة الأولى، فما خدمة، ثورة زراعية وفلاحة متطورة، القمح والذرة والروز والسوجة والقطن والخضرة والغلة بنواحها، قطيع هام من المواشي، ثروة سمكية وغيرها. التنوع الزراعي كان نتاج للتنوع العرقي والمناخي وخصوبة التربة، وكيف كيف التقدم العلمي في هالمجال. أمريكا زادة قوة رقم واحد في الصناعة، عندها مدن كاملة حياتها مبنية على الصناعة كما دالاس، أتلانتا، هوستن ونيو أورليانز وغيرها. والقوة هذه أمريكا استمدتها من الاهتمام بالبحث العلمي والتكنولوجي، التسهيلات الإدارية والجبائية اللي تقدمها الدولة للمستثمرين. نرجعوا لأوروبا، بالضبط لهولندا اللي عندها نسبة بطالة منخفضة جدا اللي هي 3.3%، واللي اقتصادها مبني على الخدمات كما السياحة وقطاع الصناعة والفلاحة زادة. والاقتصاد في هولندا مبني على التوازن بين القطاعات وخاصة قطاع الصناعة الزراعية. شكون ما فينا ما يعرفش لحومات وجبونات هولندا؟ هولندا هي خامس قوة اقتصادية في العالم ومن بين أغنى 10 دول في العالم. هولندا دورة ثرية
وشعبها من أغلى الشعوب، مش كيما برشا دول الغنية أما شعبها فقير. نرجعوا لبلادنا تونس الحبيبة، نعملوا نظرة على اقتصادنا. الاقتصاد التونسي في مأزق، 6.5 ملايين من السكان يعيشوا تحت خط الفقر، الاعتماد الكلي على السياحة ضرنا اقتصاديا، الضغوطات على المالية العامة، خطر الديون، تضخم قياسي، وغلاء الأسعار، ترهل القوانين، الشعب مش مرتاح، المواطنة في طريق الاندثار، الوطنية ضعفت في قلوب شبابنا، منتوجات تفقدت من الأسواق، الأنانية، غياب الإرادة والإدارة. هل الخروج من الأزمة مازال ممكن؟ هل الحلول موجودة باش نرتقيه باقتصادنا، خاصة الاقتصاد البحري إلى صنف الكبار؟ ممكن لو كانت حلاو بشجاعة الصين وانضباط اليابان وقوة إرادة الألمان والذكاء الأمريكي وتخطيط الهولنديين. أما قبل هذا الكل يلزم نحبوا بعضنا ونخدموا مع بعضنا ونخافوا على مستقبل بعضنا، وكما يقول الأمريكي yes we can، نعم قادرون، وكما يقول الفرنسي quand on veut on peut، كيف نحبوا نجموا، وكما قال الياباني نتعلموا شوية من انتصار وبرشا من انكسار. ولذا نقولكم يا شعب تونس فيقوا وحيا على العمل، والبحر يناديكم، ويبقى ديما بحرنا هو ثروتنا سيفورات.